مرحبا بكم جديد في قضيتنا بالنسبة لليلة إذا مجموعة من الأطفال يختفي في قرية مصرية بعد اختفاء الطفل الرابع تتحرك الشرطة أخيرا بكل حزم باش توصل للمكان اللي يبدو أنهم كانوا يتفقدوا فيه دار فيها فرن فيها مرأة كبيرة وحماتها وصغيرات على ما يبدو كان مصيرهم الفرن في المركز أفناد هذه المرأة الكبيرة كانت تصيح وتعيط هي الحقيقة كانت مرأة قوية ما خلتش أصلا المحقين يسألوها حتى سؤال أما حنان مرت ولدها عمرها كان في أواخر العشرينات كانت شدة كرسي تتفرج في حماتها ودموعها على خدها وما قالت حتى كلمة أكيد بما انه العظام اللي تلقات تبعثت للتحليل وما زالوا المحقين مش فاهمين شيء الاستجواب ابدا مع حنان هما قبل ما نقول لكم صار في الاستجواب خليني عاد نعرفكم اكثر على افناد ومرت ولدها حنان افناد سيده كما قلت لك صعيبه امرأة كبيره خافوا منها اهالي القريه الكل بعد ما توفى رجلها وهي صغيرة ابقات تربي في أولادها وحدها هذيك علاش ولدت مرأة شديدة وديما تعارك بالصحيح وبالغلط حتى كيف كبروا أولادها بقاو يخافوا منها برش وشرطت عليهم اللي يعرس يسكن معاها في الدار رغم اللي دارها على قدها أما ابدت تقسم لهم في الدار بيت بيت حتى زوجات أولادها هي اللي تختارهم نزيدك زيادة هي اللي تقرر كل وحدة فيهم وقتاش كل واحد من أولادها الساعة وقتاش في عرس وكل وحدة من ساعة أولادها وقتاش يولدوا حتى لين جاي عرس ولدها الصغير بحنان اللي هي بالطبيعة اختارتها حنين زوجها كان يخدم في السعودية وكان يمشي ويجي على مصر ما هوش مستقر مع زوجته لكنهم كانوا متفهمين بين الشروط اللي شرطتهم أفناد على نساء ولادها أنه كل واحدة فيهم لازمها تجيب وليد مش مهم قديش من صغير تجيب المهم يكون فيهم ذكر والزوجة اللي ما تجيبش وليد باش تكون مهددة بالطلاق وتروح لدارها ولدت حنين المرة الأولى جابت بنية أفناد ما قلت لها حتى شيء ولدت حنين المرة الثانية جابت بنية وفي البنية الثانية المعاملة متاع أفناد تبدلت وليت تضرب في حنان مرة ولدها ومن غير سبب تقلل من قيمتها قدام الناس حنان كان عندها أمل تتبدل الوضعية في الحمل الثالث لكنها للمرة الثالثة جابت بنية وما نحكي لكش عادة على المعاملة متاع المرأة الشنطة كيفاش ولات معها الضغط اللي كانت عايشة فيه حنان كبر برشا رجلها مش موجود، يجي زياراتك هاو لمصر ويرجع للسعودية، وهي تتعرض للتعذيب النفسي والجسدي من حماتها، وما عادش تتحمل الضغط. النهار اللي قررت تتكلم وتجاوب حماتها، قلت لها فناد اسمعني، الشهر الجاي راجلك باش يجي، وباش نقولو يطلقك. الشيء اللي خلى حنان، تتحول وتولي تكره اي واحد عنده وليد اذكر هنا بدات الاختفاءات متاع الزغار هيا شد عندك في اعترافاتها قالت حنان اول صغير خطفته هو ادم ماني ما قتلكومش ادم هو ولد خو رجلها قتلته وحطته في الطابونة، من بعد دفنت العظام متاعه بجنب الطابونة في السطح، كي انتشر اختفاء آدم، أفناد الجدة عرفت اللي حنان هي صاحبة العملة، لكن اللي باش يحصل هنا مذهل، الجدة اللي فقدت حفيدها ما خبرتش الشرطة، بل عملت وفاق شيطاني مع حنان. قالت أفناد الحنان اللي هي تحب صغير آخر يعوضها على حفيدها مش باش تولدو المرأة لا باش تجيبو صغير من القرية يعوض حفيدها قلت لها ولدي اللي كان باش يطلقك أنا نخليه ما يطلقكش ويتراجع على قراره أما تسمع كلامي وذاك اللي صار حنان خطفت يوسف وعطاته لحماتها لكن يوسف باش يكون مصيره نفس مصير ادم الفرن افناد تقف هنا لا قلت لها اتصرف وجيب لي صغير اخر مرة هذه حنين حبت تبعد الشبهات عليها بما أنه الصغار اللي يتخطفوا زوز أولادي لحد الآن حست اللي أهالي القرية باش يشكوا فيها بما أنه يعرفوا الظروف اللي تتعدى بهم ويعرفوا اللي هي عندها مشكلة مع إنجاب الذكورة ويعرفوا اللي هي دخلت في تهلويس على هذا الموضوع وأنه رجلها باش يطلق ف خطفت بنية اللي هي حنين وهزتها للعجوز مصيرها كان زاد الفرن أفناد ما زالت مصرة على أنه حنان تخطف صغير آخر كأنها تعاقب فيها أنها ما جابتش أولاد وأنها قتلت لها حفيدها وقالت لها للمرة الرابعة شوف قمة هذه الشخصية معناها الشريرة ما لقيت ليش كلمة مرادفة كان تعاونوني تلقاو لها كلمة مرادفة لشريرة أقوى شوية من شريرة تكون حاجة باهية شوفوا هالمرأة الكبيرة هذه شو تقول لها يلزمك يلزمني صغير اللي باش تجيبهولي يكون عزيز يلزم يموت صغير عزيزة عليك أنتي كما معزة آدم حفيدي اللي قتلته قلت لها المرة هذه شوف كيفاش تخطف لي واحد من أولاد خواتك واحد قريب منك وتحب وحنان سمعت الكلام وخطفت ولد خوها محمد اللي قتلك عليه يطلع ولد خوها هزته من دار خوها ليش قلت لك تهز من الدار وخرجت هي وياه محمد هو أكثر واحد تعذب في الصغار أفناد قالت الحنان تغرقوا في الماء ومن بعد تخنقوا في الوقت اللي حنان كانت تطيع في أوامر حماتها أفناد كانت تحمي في الطابونه أول ما جابتوا حنان ميت حطوه في الطابونة الجريمة البشعة هذه كانت تصير في نفس الوقت اللي الشرطة كانت تلوج في الديار دار دار ووقتها شاف المحقق الدخان خارج مسطح وتوجه نحو دار أفناد وحنان في التحقيق حنان اعترفت بكل شيء لكن في مواجهة العجوز الشريرة نفات المرأة قالت أبدا أنا عمري ما قلت لها حنان هذا الكل صدمة كبيرة كانت لأهالي المنطقة ولمصر الكل هذه القرية الهادئة للناس الكل تعرف فيها بعضها يصير فيها هذا الكل حنان انتقمت من كل سيدة عندها وليد ذكر زوجة خوها زوجة خو رجلها أقاربها الكل في القرية ولحمات تنتقم من موت حفيدها عن طريق القتل والتشفي في صغيرات ما عندهم حتى ذنب في كل هذا كل أهالي القرية طالبوا بالإعدام في حق أفناد وحنان وذلك اللي صار فعلا في حق حنان اللي تم الحكم عليها بالإعدام شنقا أما أفناد العجوز فحكم عليها بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لسنة تعليقكم على هذه القضية المذهلة عايش قلت لكم أنه واقع اقوى من الخيال يعني نجم يتعمل عليها كان يتعمل فيلم على هالقضيه نقولوا حاجات ما تنجمش تصير كيفاش مراه كبيره تفقد حفيدها يكون الجزاء انه يتم القضاء على الصغيرات متاع الناس الاخرين الكل وخاصه خاصه تحب يكون صغير عزيز على دارهم باش تقوم بالقضاء عليه معناها قمه ال وحشية سنة تعليقكم على هذه القضية تعليقكم تجينا تباعا كما العادة في مختلف القضايا اللي نعرضوها ومنها التعليق اللي باش نقراها لكم اليوم واللي هي باش تجينا فيما يتعلق بموضوع مصر وموضوع الدقهلية تعليق عديدة جات على هالموضوع هذا نهار على الدقهلية مروة قالت المرة الجاية سي حمزة سفيان قال لي المرة الجاية مش بالضرورة تقول دقها لي، أنت قل مصر وإحنا تو نفهم وين. بون. في دقها لي شفت هذه مثلا ماهيش في دقها هذه في مدينة أخرى. ومنيا قالت يا سي حمزة قلنا علاش دقها هذه فيها برش إجرام والقتل. ربي يلطف عجيب وغريب فيها تقول واحد عايش في شيكاغو كما تحكي وفعلاً إحنا عملنا لكم وذكركم. أنه عملنا سلسلة من حلقات المحققة اللي هي فيها دجالية شيكاغو مصر ولكن سؤال مهم هذا اللي قالته مونيا تو طيب لكم أكثر على لماذا الانتشار الرهيب هذا للجريمة في الدجالية تحديدا شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء